اهلا بيكم في قناة أكلة ترندي. رمضان قرب، كل سنة وحضراتكم بخير. قبل رمضان كده هعمل لكم سردين مملح في البيت، طعمه حلو جدا، وبدل ما تشتروه من بره. شايفين شكله حلو ازاي؟ وهنعمل جنبه عيش كده يفتح النفس. هنعمله بطريقة سهلة جدا. هنحتاج كيلو سردين، انا مستخدمة سردين كبير. بغسله الأول وبسيب القشر وكل حاجة زي ما هو، وبعدين أبدأ أنشفه على قد ما أقدر بالمناديل. بعد ما خلاص نشفناه هنجهز الخلطة بتاعته بقى. كوباية ملح، ربع كوباية بابريكا، ونقلبهم مع بعض. أنا بستخدم ملح ناعم عادي، مش ملح خشن ولا حاجة. والسردين ده 4 5 أيام وبتلاقوه استوى، تقدروا تاكلوا منه قبل رمضان. أنا هنا هجهز بوكس بلاستيك عادي، أحط فيه كيس بلاستيك أنا فاتحاه، وبالطريقة دي هنضمن ان السردين كله يكون متغطي بالملح والمية اللي هتنزل منه. هنرش شوية من الخلطة دي، وبعدين هنبدأ نرص السردين. السردين طريقته سهلة جدا ومش هتصدقوا طعمه، هيبقى حلو جدا جدا وهتبطلوا تشتروه من بره. هنرص واحدة جنب التانية، هنرش طبعا من خلطة الملح مع البابريكا، هنرش ملح كويس بحيث يغطي كله، وبعدين هنرص سردين العكس كده زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هنرشه بالملح برضو مع البابريكا، وبعدين نرص السردين العكس برضو لحد ما الكمية كلها تخلص. بنرش كل كمية الملح اللي احنا مجهزينها، ما تخافوش مش هيطلع حادق ولا حاجة. هنحط ورق لورا وهرش معلقة كبيرة من الكركم، دي بيديله لون حلو قوي وطعمه جميل. نبدأ نخلطهم كده على الوش، وبعدين هنغلف بالبلاستيك كده، نقفله من كل الجهات عشان السردين بعد يوم واحد هيبدأ ينزل مية، هي دي اللي هيستوي فيها وهيتملح تمليحة كويسة. أهم حاجة نقفله كويس عشان ما يدخلش فيه أي هواء. الطريقة دي أحسن من طريقة الفسخاني، كمان هتتبسطوا بيها خالص، النتيجة مضمونة. وطبعا عاملاه في البيت ونضيف وتحت عينك. هنقفل البوكس كويس ونسيبه في مكان عادي متهوي في المطبخ لمدة 5 أيام.
انا هنا بعد 5 ايام هفتحه ابص عليه، شايفين شكله كده استوى، المية بتاعته بتبقى اتغيرت لونها وبيبقى طري كده شوية، ريحته حلوة. اهم حاجة ما يكونش ريحته ريحة سمك خالص. هنبدأ بقى نجهزه. هنجيب طبق ونبدأ ننظف فيه السردين بطريقة سهلة جدا. اهم حاجة نلبس جوانتيات طبعا عشان الريحة بتاعته ما تطلعش من الايد خالص. هنقص الراس كده بالمقص، ونبدأ نفتحه من الظهر مش من البطن زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين اللحمة بتاعته طالعة حلوة ازاي، لونها اهم حاجة يكون بينك كده، يعني معناها ان هو استوى. هنطلع كل البطن دي كلها ونشيل العظم بتاع الظهر ده، شايفين هو طريقته سهلة جدا. وممكن كمان بعد ما نخلصه كده بنحطه في علبة بلاستيك وعليها زيت يكون متغطي بزيت كويس، ونحطه في التلاجة عادي فترة، يقعد فترة شهرين عادي مفيش أي مشكلة، بس يكون مغطي زيت كويس. ونحاول ننظف الأشواك دي على قد ما نقدر. ونشيل القشر من ورا، ممكن نشيله بايدينا كده او نشيله بسكينة عادي مفيش اي مشكلة. هنعمل واحدة تانية بنفس الطريقة برضو، هنقص الراس وممكن نشيل القشرة دلوقتي قبل ما نفتحها بتبقى أسهل. بنشيل، بنبدأ من الظهر كده ونحاول نشيل براحة عشان ما تتقطعش بالطريقة دي، وبعدين بنكمل تنظيف عادي. زي ما حضراتكم شايفين شكله، هرجع لكم بشكله ايه النهائي بعد ما كنا عملنا العيش. انا هستخدم هنا كوباية دي اسمر مع كوباية دي ابيض مع معلقة من السكر مع معلقة كبيرة خميرة فورية، وبنقلب كل ده. طبعا احنا هنعمل عيش عشان ناكله جنب السردين، واستنوا معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا شكله ايه. هنحط كوبايتين مية دافية، وهنقلبهم كويس مع بعض. لحد ما يختلطوا كويس، وهنغطيهم ونسيبهم ربع ساعة لحد ما الخميرة تبدأ تشتغل.
الخميرة بدأت تشتغل، هنبدأ نضيف 4 كوبايات من الدقيق. أنا بستخدم دقيق متعدد الاستعمالات، الدقيق العادي الموجود في كل بيت. أنا عاملة لكم النهاردة العيش على السريع كده عشان ناكله جنب السردين الجميل ده. استنوا معايا لآخر الفيديو عشان تشوف شكله ايه. أحط 2 كبار من الملح، لو عاوزين نقلل الملح مفيش مشكلة، الملح ده اختياري، كل واحد حسب رغبته. وبنقلب كده، وبعدين هنضيف 2 كوباية من المية الدافية ونبدأ نعجن. أنا هنا عاملة العيش أسمر شوية عشان يمشي كده مع السردين ويفتح نفسنا. هنبدأ نعجن لحد ما العجينة تبدأ تختلط، مش لازم العجينة تبقى متماسكة. زي ما حضرتكم شايفين العجينة بتلزق كده، هنغطيها ونسيبها ساعة في مكان دافي لحد ما تخمر. العجينة عندنا اختمرت، شايفين شكلها. هنبدأ نحط ردة على الكاونتر اللي هنشتغل عليه، وهفرد لكم رغيف كده. طبعا بنحط في ايدينا دقيق عشان العجينة بتلزق زي ما حضرتكم شايفين، وبعدين هنبدأ نفرده كبير. زي ما قلت لحضراتكم انا عامل عيش على السريع عشان يتاكل جنب السردين. هنرش دقيق كده ونفرده، والعيش ده بيبقى سميك. نفرده بالايد الاول على قد ما نقدر عشان ياخد الشكل اللي احنا عاوزينه، وبعدين هنبدأ نفرده بالمردنة. وهنحطه بعد ما نخلصه على ورقة زبدة وندخله الفرن على أعلى درجة حرارة 220، بياخد حوالي 10 دقايق. لو ما عندناش نار من فوق ومن تحت، بنحطه على نار من تحت الأول وبعدين بنولع عليه الشواية عشان يتحمر من وش. حطيناه على ورقة الزبدة، يلا بينا على الفرن. زي ما حضراتكم شايفين شكله حلو ازاي وهو طالع من الفرن. انا عاملاه عيش تخين شوية عشان يتاكل مع السردين، وده السردين بعد ما نضفناه، شكله جميل وطعمه حلو جدا ومش حادق خالص، ملحه مظبوط. ونقدمه كده مع البصل كده والطماطم والليمون، ويا سلام لو نعصر عليه عصرة ليمونة كمان ورشة زيت زيتون، بيبقى تحفة. وبالهنا والشفا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.
أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.